السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنبدا سلسله جديده من سلسلات رسم البورتريه، وهنبدا نرسم مع بعض الاوتلاين فري هاند. زي ما انتم شايفين كده ده اللاعب نيمار. هنتدرب ازاي نرسم الوجه زي ما انتم شايفين كده فري هاند باستخدام قلم واحد فقط، سواء قلم 2 اتش او قلم اتش بي اللي رايحنا. لو احنا عايزين حاجه خفيفه بحيث ان احنا بنغلط كتير وحابين نعدل نستخدم قلم 2 اتش، لو احنا واثقين من نفسنا وخلاص الاخطاء عندنا قليله شويه ممكن نستخدم قلم اتش بي بحيث يكون الدرجه معانا اغمى ونقدر نجيب بيه تونات اكتر. الدرس بتاع النهارده هيكون خاص بالاوتلاين فقط، والدرس القادم ان شاء الله هيكون خاص بالتظليل. اتمنى انكم تطبقوا معايا وتنزلوا النتيجه بتاعتكم على جروب الفيسبوك علشان تتشجعوا وتعرفوا رايي وراي باقي الفنانين الموجودين في الجروب. لينك الجروب هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس تحت، وكمان هتلاقوا قناه التليجرام ولينك الانستجرام واكونت الفيسبوك والبيج بتوعي، كل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس. لازم تدخلوا وتتابعوني عشان تشوفوا كل جديد ونفضل على تواصل دايما ان شاء الله. ما تنسوش طبعا اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وعشان ما اطولش عليكم ركزوا كويس جدا جدا جدا، والصوره الاصليه هسيبها لكم في جروب الفيسبوك وقناه التليجرام علشان تحملوها وتطبقوها على الدرس. ويلا بينا نبدا. اول خطوه فنانين واهم خطوه هي اني ببدا اعمل خط المنتصف بتاع العين. بيتعمل فين؟ بيتعمل في المكان اللي قدامه كده بالراحه خالص. هبدا اعمل خط منتصف، خط خفيف خالص بيكون افقي زي ما انتم شايفين كده. وظيفته ان هو يخلي العينين على استقامه واحده، لان من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا كمبتدئين ان العين بتكبر مني او بتصغر مني، فبالتالي البورتري كله بيبوظ تماما. تاني حاجه هعمل خط المنتصف بتاع الانف. هل الانف هنا في نص الراس تماما ولا مايل ناحيه اليمين؟ هنلاحظ ليه مايل ناحيه اليمين، لان وجه النمار مايل ناحيه اليمين شويه، فبالتالي الخط هميله ناحيه اليمين كده. والخطوه اللي بعد كده ان انا هبدا ارسم في العين اليمين والعين الشمال، فهعمل لكم دلوقتي زوم على العين عشان نبدا نشوف مع بعض هنرسمهم ازاي. دلوقتي فنانين هنبدا نرسم العين. هنبدا باول فراغ او باول كتله سوداء، اسف، هنا من اللي هي بتاعه الحاجب. هبدا احطها هنا كده مثلا، الكتله الثانيه بدايتها من هنا اهو، يعني دي المسافه اللي هي بتكون بين العينين زي ما انتم ملاحظين كده. وهبدا بالراحه خالص اطلع بالكتله اللي فوق بتاعه الحاجب بالشكل ده، واعمل تظليل بسيط خالص بجنب القلم كده. انا دلوقتي بعمل كتل مش بظلل تظليل كامل اهو. طبعا مسكه القلم بتختلف من جزء للتاني. لو انا شغال في تفاصيل صغيره خالص زي شعر الحاجب او الرموش او الدايره بتاعت العين من الداخل، كل الحاجات دي بتكون دقيقه، فبضطر فيها امسك القلم من قدام يعني قريب من السن كده. لكن عكس ما انا شغال في منطقه واسعه شويه زي الحاجب كده، التظليلات اللي هي الواسعه شويه دي، بالتالي بمسك القلم من الخلف عادي جدا مفيش اي مشكله. وزي ما انتم شايفين بظلل بجنب القلم بحيث ان القلم يشغل لي مساحه اكبر لما امسكه من المنتصف او من الخلف ايا كان المسكه اللي هتريحني. فلازم نجرب من المسكات كلها علشان نقدر نفهم امتى نمسك كل مسكه فيهم وايه المنطقه المناسبه ليها. زي ما انتم شايفين كده انا عملت الحاجب بشكل بسيط جدا، وده مش التظليل. يعني لو تلاحظوا هتلاقوا ان هنا اللون فاتح افتح من هنا بكتير جدا، يعني هنا اللون اسود خالص. فبالتالي الخطوه دي بتكون في خطوه التظليل اللي هتكون في الدرس القادم ان شاء الله. فانتوا النهارده هتعملوا زي بحيث نكون ماشيين مع بعض تماما، ويا ريت الدرس اللي جاي تحضروه علشان المشكله الكبيره ان الاساتذه بيحضروا درس واحد والدرس الثاني للاسف ما بيحضروهوش. لو انت حابب تتعلم اتعب، انت مش مطلوب منك تتعب قوي، يعني انت قاعد في البيت وبتتفرج على دروس، فاحنا بنعمل الدروس وانت عليك بس انك تتفرج وتطبق. ما اظنش انك هتعاني لو عملت حاجه زي كده، ده لو انت حابب تتعلم الرسم بجد مش واخد الموضوع تهريج. تمام. دلوقتي انا دخلت في الجفن اللي فوق واشتغلت بالراحه، هبدا اعمل شويه التظليل اللي فوق الجفن دول اهم. دايما بعمل كتل التظليل يا فنانين عشان تظهر لي هل الاوت لاين بتاعي مظبوط ولا لا. يعني انا شايف ان من اكبر الاخطاء اللي المبتدئين بيقعوا فيها انهم بيرسموا الاوت لاين كاملا، فعينيهم ما بتلمحش الاخطاء، فمجرد ما يجوا يظللوا او ما يبداوا يظللوا يبصوا يلاقوا كل الاخطاء ظهرت لهم في التظليل. ده نتيجه انه عمل الاوت لاين كله دفعه واحده من غير ما يشتغل بتكنيك الكتل اللي انا شغال بيه دلوقتي، فبالتالي ما بيكتشفش الاخطاء غير لما يخلص. دي طبعا بتكون كارثة كبيرة
في رسم الاوتلاين كامل. انا عشان كده بنصح لو انت لسه مبتدئ ما ترسمش الاوتلاين كامل، لكن تعمل زي اللي انا بعمله دلوقتي كده، انك تشتغل في جزء وتظلله زي ما انتم شايفين. وطبعا لو انتم متابعين معايا دروس الاوتلاين من زمان، انا طبعا يمكن دي السلسله رقم كام انا مش متذكر بالظبط، بس عملنا سلسلات كتير قوي للرصاص. في كل السلسلات بقول ان الاوتلاين هي خطوه مبدئيه لكنها مهمه. مبدئيه يعني ايه؟ يعني ما بتظهرش الشبه او الملامح بنسبه 100%، فبالتالي ما حدش يستعجل في الحكم على البورتري بتاعه من خطوه الاوتلاين فقط. لا، انت بتحكم على كتل، يعني بتشوف الكتل في مكانها الصحيح ولا لا، لكن الملامح لا، احنا بنحكم على الملامح في خطوه او بعد خطوه التظليل، لاننا بنبدا نحط التونات الغامقه ومناطق الاضاءات، فبالتالي لما بنعمل كده بيظهر لنا الملامح ان كانت مظبوطه ولا لا. وفي الحاله دي بيكون في بعض الاخطاء البسيطه اللي بنقدر نعدلها بكل سهوله، ده لو احنا متاكدين اننا كنا عاملين الاوتلاين بشكل مظبوط. طبعا شايفين كده اهو، كده المنطقه اللي ورا دي غامقه شويه، بطلع من هنا اللي هي تقفيلة العين كده، اهو بعد كده بعمل المنطقة اللي تحت العين كده بالشكل اللي انت شايفينه ده. في الخطوة دي او في تكنيك الكتل ده احنا بنعمل الاوتلاين وبنظلل بنسبة 30% مثلا، لان اللي احنا بنحطه ده عبارة عن تظليلات برضو، بس بيكون ناقصه درجات غامقة وبعض الاضاءات، فدي بنكملها في محاضرة التظليل ان شاء الله. فبالتالي الخطوة دي برضو بتظهر لي جزء كبير قوي من الملامح في الاوتلاين، فمهمة جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا شغال براحتي خالص، مش مستعجل، مفيش حاجة تدعو ان انا استعجل، انا شغال براحتي. طيب انا دلوقتي خلصت العين، خلينا برضو نشتغل في الحتة اللي تحت العين دي شوية، اللي هي الكتلة الغامقة اللي تحت العين دي اهي، بدأ من هنا كده نازلة على افتح. ركزوا في طريقة مسكتي للقلم، انا ماسك القلم من المنتصف او من الخلف، دول اكتر مسكتين بفضلهم وانا شغال في البورتريه خصوصا في المناطق الواسعة. جرب المسكتين وشوف ايه اللي اقرب ليك وايه اللي انت بترتاح فيها اكتر، وبعد كده استخدمها دايما كده. الخط اللي تحت ده بيكون عبارة عن كتلة غامقة وبتطلع معايا على فاتح تدريجية. لازم نفهم ونتقن فكرة التدريجات بشكل أسرع، لأنها هي أكتر حاجة هتساعدنا على ظهور الواقعية. من أكبر المشاكل اللي بيقع فيها المبتدئين إنهم لما بيدمجوا درجتين مع بعض بيسيبوا فاصل بينهم، يعني مثلا لو عندي منطقة فيها درجة غامقة ودرجة فاتحة بنسيب فاصل أو خط فاصل بين الدرجتين، وده بيقلل من واقعية الرسمة بشكل كبير جدا. فبالتالي لازم نتمرن ازاي نقدر نعمل او ازاي نقدر نطلع بالواقعية بتاعت البورتري. انتم شايفين كده اهو، كده انا خلصت العين. تعالوا بقى ندخل شوية في العين التانية، هنبدأ عشان نشتغل العين التانية مظبوطة، هنبدأ نشتغل الكتل التظليل اللي بين العينين. شايفينها يعني بداية الأنف دي، بداية الأنف بنعملها كده بهدوء خالص. ركزوا على مسكتي للقلم علشان تمسكوه نفس المسكة، علشان ما حدش يشتغل بتكنيك أو بأسلوب مختلف كده. اهو
طبعا دي زي ما اتفقنا منطقة غامقة وبتطلع معايا على فاتح، فلازم نتقن موضوع التدريج. هنا بيبدأ الكتلة التانية الغامقة تظهر معايا، بعملها اهي كله بجنب القلم زي ما اتفقنا كده. ولازم اطلع اتجاه الحاجب بشكل مظبوط بحيث ما يكونش فيه مشاكل، لان يعني اتجاه الحاجب بيأثر على الرياكشن بتاع الشخصية اللي انا برسمها لو اتجاهه مش مظبوط. شايفين اهو بيبدأ في النهاية يكون خفيف خالص. هنا لازم ناخد بالنا برضو من شكل الشعر، كده زي ما انتم شايفين يا شباب. بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهبدأ انزل هنا في الكتل الغامقة. من اسهل المناطق اللي ممكن تشتغل فيها في البورتريه هي الكتل الغامقة، بتكون سهلة جدا ومحددة يعني ما بتتوهش فيها، عكس الكتل الفاتحة او المناطق الفاتحة هي اللي بيكون فيها صعوبة شوية، لان بيكون فيها لخبطة، لان درجاتها بتكون متشابهة ومتقاربة فما بتقدرش تلمح كويس، خصوصا لو انت مبتدئ فاهمني. فالكتل الغامقة اللي زي كده بتريح، دايما بعتبرها كتل مريحة لانك بتقدر تلمحها بكل سهولة وكل بساطة وترسمها في مكانها المظبوط. كمان شايفين اهو كده، ابدا اعمل الكتله بتاعت العين من هنا بقى، اللي هو يعني الجفن اللي فوق. كده بعد كده بطلع بدرجات داكنة شوية وهنا بنطلع بالرمش ده. كده شايفين يعني دي كلها كتلة غامقة، فببدأ أغمق خطوة ورا التانية لغاية ما يديني النتيجة اللي أنا عايزها. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ أنزل بالكتلة اللي تحت دي شوية عشان أشتغل في الدايرة اللي هي دايرة العين. طبقوا نفس الخطوات اللي أنا بعملها، خليكوا هاديين، تخلوا عن السرعة. انا عارف وانت شخص مبتدئ او انت فنان لسه مبتدئ في بداية طريقك بتكون متعود انك ترسم البورتريه في قاعدة واحدة، فبيكون الموضوع بالنسبة لك سريع. لا، انت لازم من دلوقتي تبدأ تتخلى عن موضوع السرعة ده، لازم يا فنانين نتخلى عن موضوع السرعة ده، لانه هيفرق معانا بشكل كبير جدا لو قدرنا نبطله. لو قدرت ترسم البورتريه بتاعك في وقت مرتاح، يعني ارتحت في الوقت بتاعك، هتقدر تبدأ وتطلع تفاصيل اكتر ودمج احسن ودرجات مظبوطة. كل الحاجات دي بتعتمد على الوقت، كل الحاجات دي كل ما اديت لها وقت اكتر كل ما طلعت معاك احسن بكتير ان شاء الله. عندكم شايفين عمال اكد على الغوامق كتير، ابدأ انزل هنا كده. هنا التظليلات افتح طبعا. لازم تقدر تفهم بقى امتى تتقل ايدك وتجيب الدرجة الغامقة وامتى تجيب الدرجة الفاتحة. انا قلت لكم في بداية الفيديو اللي احنا ممكن نستخدم درجتين 2H، لو احنا حاسين ان احنا بنغلط كتير وبنمسح نستخدم الدرجة الفاتحة اللي هي 2H، اما لو احنا حاسين ان الموضوع معانا لذيذ وما بنغلطش كتير خلاص يبقى نستخدم ال HB او حتى ال 2B كمان، اي درجه من الدرجتين دول عشان نقدر نجيب بيه الدرجات الغامقه والدرجات الفاتحه في نفس الوقت. انا دلوقتي بستخدم درجه 2B
وبرسم بيها البورتري كله، بقدر اتحكم فيها في القلم يعني، واطلع درجات الغامقة ودرجات الفاتح. زي ما انتم شايفين اهو، هرجع لجنب القلم تاني. وكل ما الموضوع بيبعد عن العين كل ما التون بيكون اخف وافتح كده. بركز اكتر على التانية اللي تحت العين دي، لان انا من وجهة نظري بتكون من اهم الحاجات اللي بتكون مرتبطة بالواقعية. التانية اللي بتكون تحت العين البسيطة خالص اللي انتوا شايفينها بسيطة دي، لا هي مش مجرد تانية بسيطة خالص، لا هي فعلا لها عامل كبير في انها تظهر الواقعية بتاعت البورتريه اللي انا برسمه كده. تقريبا احنا خلصنا العينين، ما خدوش مننا وقت طويل. طبعا انا شغال على اقل من مهلي، لاني انا زي ما اتفقنا مبقتش بعمل دروس سريعه، فرجاء حضرتك تطبق زي بطيء، ما تستعجلش، عشان نكون ماشيين مع بعض باسلوب منظم ونطلع نتيجه حلوه ان شاء الله. اهو شايفين بعمل الكتل اللي هنا دي، عشان الكتل اللي هنا دي اللي هتساعدني ان انا اجيب باقي البورتريه بشكل مظبوط، واجيب البعد بتاع الانف عن العين بشكل مظبوط. لان برضو من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا كمبتدئين اننا بنرسم العين وبنيجي ننزل على الانف بنلاقي ان المسافه اللي بينهم مثلا بعدت. يعني انا دلوقتي لما رسمت التظليل اللي هنا ده حسيت ان هو اقرب، فبالتالي هقدر او هحاول ابعده شويه كده. تمام يا شباب، الناحية التانية برضو نبدأ نعمل كتل التظليل اللي هنا. بالراحة خالص وانزل بالأنف واغمق المنطقة اللي هنا شوية اللي هي المفروض تنزل تحت أكتر. ده كله عشان أجيب البعد بتاع الأنف وأجيبه مظبوط. خدوا بالكم عشان زي ما قلت لكم ناس كتير قوي بتغلط في النقطه اللي هنا. وهبدا اشتغل في الانف من هنا. الانف طولها مع ايه؟ تقريبا مع منتصف الحته البيضه اللي هنا دي. يعني انا ماشي مظبوط اهو، شفتوا بقارنها ازاي؟ طبعا لو انت مكمل معايا لغايه دلوقتي يبقى انت راجل بطل وفعلا عاوز تتعلم، بس بشرط ما تكونش سرعت الفيديو برضو. بنكمل زي ما احنا شغالين، زي ما انتم شايفين كده بجنب القلم. يبقى العامل المشترك عندي في كل اعضاء البورتريه هو الهدوء، وكمان يمكن طريقه مسكتي للقلم بتختلف من عنصر او من مكان للتاني. مش عارف انتم ملاحظين الموضوع ده ولا لا، فلازم تكونوا لمحين. عشان كده بقول يا جماعه وانا برسم ما تركزوش بس على كلامي، لا ركزوا كمان على حركة ايدي. الشاطر هو اللي يقدر يحلل كل تحركات الايد وكل خطوة انا بعملها ويفهم، مش يحفظ. خلي بالكم عشان في فرق شاسع بين انك تفهم وانك تحفظ. فلو فهمت هتقدر تبدع ان شاء الله وتطلع نتيجة ممتازة جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين ده خط المنتصف اللي في الانف، في لسعة اضاءة وفي خط منتصف في الانف كده. خلونا نبدأ نشتغل في الجزء اللي هنا شوية. كده الجزء اللي هنا فاتح فاستخدم قلم افتح. اتش بي مثلا، فانا بختار بقى القلم اللي بستخدمه على حسب المنطقه اللي انا شغال فيها. ف
المفروض الكلام ده بالنسبه لنا بقى سهل خلاص. هنا حسيت ان الانف تخنت مني من ناحيه الشمال شويه، فبكل بساطه جبت المحايه او الاستيكة وبدات امسح وهعدل. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طول ما انا شغال براحتي هقدر اعدل اي خطا بقع فيه، لكن لو انا شغال متسرع وايدي تقيله قوي عمري ما هقدر ارجع الورقه لطبيعتها اللي هي اللون الابيض، يعني لان انا بالفعل دوست جامد على القلم. زي شايفين نرجع ل اتش بي تاني نعمل شويه تظليلات البسيطه اللي هنا دي. كده لو حسيت ان في منطقه محتاجه تكون افتح شويه بجيب المحايه الفحم او الاستيكه الفحم دي كلنا عارفينها طبعا، وببدا امسحها بالراحه خالص بجنب الاستيكه كده اهو. دي عليها عامل كبير انها تخفف الخطوط الغير مرغوب فيها اللي انا تقلتها غصب عني زي ما انتم شايفين كده. ببدا امسك القلم وباقي الحاجات دي طبعا هظبطها في خطوة التظليل ان شاء الله. انا دلوقتي بس بظبط تدريجات مش اكتر، انما الدرجات الغامقة زي ما احنا متفقين بنحطها كلها في خطوة التظليل ان شاء الله. اكمل تحت هنا خدين، حسيت ان الخد ده تقيل شوية ممكن اخففه باستيكة فحم كده بالراحة خالص اهو. هبدأ اكمل بقى بال اتش بي لان طبعا زي ما احنا متفقين الدرجة اللي هنا دي فاتحة. اعمل السمك الغامق ده طبعا مش هعمله اسود قوي لان زي ما اتفقنا هيتغمق لسه في الدرس القادم ان شاء الله. الدرس اللي جاي مش هيكون صعب ومش هيكون طويل زي الدرس ده لان الدرس ده هو فيه الاساس، احنا عملنا الاوتلاين كامل زائد 30% او 40% كمان من تظليل البورتريه، فبالتالي مش هيكون باقي غير 70% او 60% من باقي التظليل، يبقى احنا كده فنشنا البورتريه بتاعنا. ولو في اي تعديل زي ما اتفقنا ان في اخطاء بتظهر لنا في خطوه التظليل ما بتكونش باينه في الاوتلاين بنبدا نظبطها بشكل بسيط خالص ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا البورتريه كامل في محاضرتين، حضرتك ممكن تشتغل معايا وتخلصه في يومين 3 4 5 مش كتير، يبقى انت كده خلصت البورتريه واستفدت واشتغلت عملي. ولو عندك ارت بلوك يبقى انت كده طلعت من ارت بلوك، لكن لو انت بقى بتهزر ومش عايز تشتغل يبقى كده لا تلومن الا نفسك، صح كده؟ ما غلطتش انا عشان الناس اللي بتزعل بتقول انت بتحبطنا، انا مش بحبطكم انا عمال اشجع فيكم اهو، بس الناس هي اللي بتدلع. اوكي طيب ممكن نشتغل في، خلينا نشتغل في الجنب اليمين اللي فيه اضاءة مثلا اللي هو هنا ده هنا مثلا كده، ده غامق وطالع على فاتح، بعد كده غامق تاني. خلينا نعمل اوتلاين بتاع الوجه كده كده تمام. اهو والاوت لاين من هنا زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اكمل التظليل اللي بره. التظليل الخارج لبره طبعا بيكون افتح بكتير قوي، فبالتالي هستخدم له اخف درجه عندي هي درجه 2H زي ما انتم ملاحظين كده. وبسيب برضه بقع الإضاءة، يعني في بقع بيكون فيها إضاءة كده بسيبها. آسف الكاميرا اتهزت غصب عني. الشفايف بقى هي أهم حاجة فيها هي الأوتلاين بتاعها أهو اللي هي الحركة بتاعتها،
لان الشفايف بتبقى يعني مؤثره بشكل كبير جدا في الرياكشن بتاع الشخصيه اللي بنرسمها. طبعا هنا منطقه غامقه فهغمق، استخدم تو بي. طبعا انا ببدل الاقلام علشانكم، لكن انا قادر اشتغل بقلم واحد، فاهمني؟ يعني انا قادر اشتغل البورتري كله بقلم واحد حتى التظليل، بس انا ببدل الاقلام علشانكم انتوا تكونوا فاهمين انا بستخدم ده امتى وده امتى. اتمنى تكونوا فاهمين النقطه دي لانها مهمه قوي. بنظبط الاوتلاين بتاع الشنب علشان الموضوع يطلع معايا متظبط وجميل بالشكل اللي انت شايفينه ده. ممكن ابدا اعمل الشفه اللي تحت كمان كده مع شويه تظليل بسيط خالص. كده وخدوا بالكم من كسرات الشفه لان دي يعني بتاثر او هي اللي بتتحكم في الرياكشن بتاع الشخصيه. يعني شايفينه عامل رياكشن كده معين ببقه من ناحيه الشمال، تحس ان هو مسحوب كده، فبالتالي الكسرات اللي في الفم دي لو انا ما عملتهاش مظبوطه الرياكشن ده شكله هيختلف. اتمنى تكونوا فاهمين النقطه دي. اهو عملت الشفه اللي فوق بشكل مبدئي، هنظبطها في التظليل ان شاء الله. اهو كده كده اهو كده. دي الشفة اللي تحت طبعا. كده على ما اظن ظهر الرياكشن بنسبه 30% مثلا. ليه؟ لان انا عملت الحاجه المهمه وهي بقه الفم. يعني الفم هو هنا اكتر حاجه موضح الرياكشن بتاع نيمار. ولسه لما نكمل اللي تحت برضو هتبص تلاقي بتظهر حاجه ورا حاجه. كده بيبدا ينزل من هنا كده. المنطقة دي برضو من أهم المناطق، ده الكسرة اللي هنا دي شايفينها. كده شباب ونظبط تظليلات بهدوء خالص، اوعى حد ينام فيكم. زي ما انتم شايفين بجنب القلم تو بي بقى و اتش بي الاتنين ينفعوا في المنطقة اللي زي كده.
كده. دي كلها شوية تشيكات بعملها على البورتريه. كمل بقى المنطقة الغامقة اللي هنا زي ما انتوا شايفين. بالراحة خالص. هنا لو تلاحظوا انا ماسك القلم من النص عشان اقدر اشتغل بحرفه شوية، بما ان المنطقة دي رفيعة، يعني المناطق اللي هنا دي رفيعة مش عريضة كده. وهنا كده كده اهو. كده برضو الدهن ما بهتمش بيه قوي، لان ده كله هيكون بالدرجة الغامقة او باللون الغامق، فما بهتمش بيه قوي دلوقتي زي ما انتم ملاحظين. كده 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 اهو. نكمل التظليلات اللي هنا، اللون افتح شوية، فهستخدم اتش بي القلم ويعملني. كده اشياء طولية كده. كده انا تقريبا خلصت الملامح من تحت ووضحت جدا زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نخش في الجنب التاني كده. كده وكده كل تانية في البورتريه، أو كل كسرة أو تجاعيدة في البورتريه لازم تتدرج من غامق لفاتح بحيث يبان العمق بتاعها. هنا نبدأ نشتغل في الخد. خد نازل على فاتح طبعا كده. كده
زي ما انتم شايفين يا فنانين، هنا الكسره او الغمزه زي ما بنقول عليها في مصر، هنا هو عباره عن خط كده، والخط ده بنبدا ندرجه من غامق لفاتح عشان يدينا فرق في عمق التظليل زي ما انتم ملاحظين. من قدام برضو غامق شويه، اغمق اكتر، كل ما اغمقها كل ما اكون بارز اكتر. وهنا برضو اغمق اكتر عشان اديها العمق بتاعها. وانزل بالتغميض ده لتحت علشان اكمل الدقن. انا شايف ان الفيديو كده النهاردة طول مننا جامد جدا جدا، فانا عندي اقتراح هقول لكم عليه دلوقتي. الاقتراح بيقول انكم قدامكم حاجتين، اول حاجة انكم تكملوا الاوت لاين لوحدكم، لان احنا خلصنا تقريبا يمكن 60% او اكتر من 60% من البورتريه، وهي اهم حاجة هي الملامح خلصناها تمام. فالاقتراح بيقول انكم تكملوا البورتريه الباقي يعني منه لوحدكم، ده اول اقتراح. تاني اقتراح هو اننا نكمل الاوت لاين في درس تاني بحيث ان الدرس ده ما يطولش. طب انا هعرف ردكم على الاقتراحات دي ازاي؟ في الكومنتات. لازم كل يكتب في الكومنتات نكمل درس تاني اوت لاين، ولا نخلي الدرس الجاي تظليل على طول وتكملوا انتوا الاوت لاين من اللي انتوا اتعلمتوه ده زي ما انا شغال كده بالظبط. تبداوا تبنوا كتل وبعد كده تكملوا الاوت لاين لوحدكم بالطريقه اللي انا شغال بيها دي. هستنى رايكم في الكومنتات علشان الفيديو ما طولش اكتر من كده. انا مش عارف احنا دخلنا في ساعه ولا عدينا الساعه ولا ايه بالظبط. احنا اتفقنا ان الفيديوهات خلاص كل اللي جاي هيكون فترات طويله او مده طويله، فما حدش يزهق بقى. علشان تتعلموا بجد لازم تتفرجوا على فترات طويله وتشوفوا حركه ايد ببطء وتبداوا تعملوا زيها وتشوفوا التكنيكات وتطبقوها. فهستناكم في الكومنتات تكتبوا لي علشان لو كده ابدا اجهز لكم ان شاء الله الدرس اللي جاي، سواء عايزينه اوت لاين او انتوا تكملوا اوت لاين لوحدكم ونبدا نظلل على طول ان شاء الله، ونخش في تظليل الشعر بقى والشنب والدقن والكلام ده كله، ونبقى خلصنا البورتريه مع بعض. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هستنى رايكم في الكومنتات. ما تنسوش طبعا اللايك على الفيديو وسبسكرايب في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ومتابعه على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وانضموا لجروب الفيسبوك علشان تطبقوا معايا وتنزلوا اول باول. جروب الفيسبوك عليه 62,000 فنان دلوقتي، انضموا علشان يكبر اكتر ونشارك بعض الرسومات باستمرار. وهستنى تطبيقاتكم على الاوتلاين وتنزلوها على الجروب قبل ما نبدا نظل ان شاء الله. يلا هستناكم في درس جديد بكره واشوف رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.